عبد الفتاح كيليتو كاتب مغربي مشهور، ولد سنة 1945 بمدينة الرباط بالمغرب. كتب العديد من الكتب باللغتين العربية والفرنسية، وكتب أيضا في مجلات مثل الدراسات الإسلامية. تابع دراسته في ثانوية مولاي يوسف، ثم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. حصل على دكتوراه دولة من جامعة السوربون الجديدة عام 1982 حول موضوع السرد والأنساق الثقافية في مقامات الهمداني والحريري. ويعمل أستاذا بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط بأكد. منذ سنة 1968 ألقى العديد من المحاضرات، وشارك في لقاءات ثقافية في المغرب وخارجه، وعضو في اتحاد كتاب المغرب. قام بالتدريس كأستاذ زائر بعدة جامعات أوروبية مشهورة وأمريكية، من بينها جامعة بوردو وسوربون الجديدة، كوليج دو فرانس، وجامعة برينستون، وجامعة هارفورد. شكلت أعماله موضوع مقالات وتعليقات صحفية وكتب وأبحاث جامعة باللغة العربية والفرنسية، ونقلت بعض أعماله إلى لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية. عبد الفتاح كيليتو سندباد الأدب العربي ورحالته الحاذق وعاشق الآداب، رغم أن كيليتو كتب أغلب كتبه عن الأدب العربي بلغة أخرى وهي اللغة الفرنسية. كانت تلك طريقته في نقل سحر الأدب العربي بعيون أجنبية، فكان يتحسس آثار الجاحظ وقدرته العجيبة في قراءة الإشارات وتأويلها، وذكاؤه الخارق في التقاط العلامات. كان قارئا عاشقا لذاته العربية، كان يحاور النصوص التراثية بثقة العارف بعمقها الإنساني والجمالي بدون عقدة نقص العرب المعاصرين. تبدى جمال الأدب العربي القديم في كلمات كيليتو وحواراته، فكان واسع الصدر، شفيف الرؤية، عميق الملاحظة، محبا للآخر مهما اختلف عنه. وقد حضرت له محاضرة كان يحاور فيها المتدخلين والمخالفين له كأنهم أصفياء، تعيدك بصفائها وتسامحها روحه الأدبية الجميلة. لقد كانت رهفة قراءة كيليتو للأدب العربي القديم كفيلة بجعل هذا الأخير شلالا زاخرا بين يديه وهو يكتب عنه. تشهده تلك الرؤية العرفانية العربية، فيكتب عنها وهو مجلجل بالوقار والإحساس بالرهبة والدهشة. ينتقل كيليتو بين مقامات الهمداني ولزوميات المعري ورؤى الجاحظ في خفة الطائر المتيم. هاته الأحاسيس سيشعر بها كل من يقرأه لعبد الفتاح كيليتو، أحاسيس ضخمة بشساعة الفضاءات التي يحاول كيليتو اختصارها ونقل عوالمها ومجرياتها الأدبية والفكرية العجيبة، وتقديمها للقارئ الذي لا يتوارى عنها. من أهم مؤلفاته الأدب والغرابة، دراسات بنيوية في الأدب العربي، ثم العين والإبرة، دراسة في ألف ليلة وليلة عام 1995، ثم توالت الإصدارات لن تتكلم لغتي، الحكاية والتأويل، المقامات، الأدب والارتياب، الغائب، دراسة في مقامات الحريري، صدر عن دار تبقال عام 1987، لسان آدم، أبو العلاء المعري أو متاهات القول، وحصان نيتش، وأنبئوني بالرؤية، والكتابة والتناسخ سنة 2008، ومن شرفة ابن الرشد عام 2009، وأتكلم جميع اللغات لكن بالعربية عام 2013، ومسار وهو عبارة عن حوارات أجريت مع كيليتو عام 2014، وبحبر خفي عن دار تبقال سنة 2018. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.